اجتماعنا على هذا الأساس نعيد تراثنا. الناس ملت الانترنت وملت المقاهي والكوفيات، فنجلس بالبيوت كل اسبوع جلسة، هاي هسه الجماعة اخوتنا نجلس هنا ونجيب اطفالنا، حتى اطفالنا نعلمهم على التراث العراقي القديم الاصيل. تاريخ ماكو تحديد مضبوط للتاريخ، يقال بأنه أول من روج لها صانعي هاي الآلة اللي نسميها الياون أو الجاون، روجوا لهاي القضية، ولكن هي ارتباطها ويا التمور. العراق بلد الرافدين، بلد النخيل من ذلك التاريخ، أهلنا تعودوا عليها، تعرف ما كان قبل أكو حلويات، ولا الحلوى الوحيدة هي التمر. تستخدم في فصل الشتاء لأن بها سعرات حرارية، إضافة إلى الأمور الطبيعية اللي هي موجودة بغير المواد المصنعة مثل هذه الموجودة، الحلويات الموجودة حالياً في السوق.